بصبح كمان على مشاهدينا في كل مكان، وخلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي للناس بدأت تنزل. نبتدي من محافظة القاهرة بالتحديد في اتجاه الكورنيش، هنلاقي كثافات مرورية باتجاه منطقة وسط البلد. أما كوبري أكتوبر متجه للعباسية هنلاقي هناك سيولة مرورية لحد غمرة، وكمان اللي مكمل لاتجاه العباسية هنلاقي هناك كثافات بسيطة بتبدأ تزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان كوبري أكتوبر في كثافات مرورية السيارات اللي قادم من الجيزة وواخد اتجاه مناطق وسط البلد، كثافات تانية موجودة في الاتجاه العكسي وده بسبب زيادة أحمال السيارات. نفس الموضوع هنلاقيه في ميدان التحرير والمتجه لمدينة نصر أو محور النصر وصولا للمنصة. كمان ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للدائري. لو تابعنا كمان شارع صلاح سالم هلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي كمان بيشهد كثافات مرورية إنما نسبية في الوقت الحالي. لو فضلنا مكملين لحد كوبري الروضة هناك هنبص هنلاقي برضو بعض الكثافات. كورنيش النيل بدأت الكثافات تزيد عند المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، ودي كثافات طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات. أما الكورنيش المتجه للمؤسسة ففي سيولة مرورية هناك، وناخد بالنا إن كوبري 15 مايو بتظهر عليه كثافات أعلى منطقة الزمالك، وده بسبب أعمال توسعه الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد. هنروح دلوقتي لمحافظة الجيزة اللي هنبتدي فيها بشارع الهرم اللي بيشهد طبعا كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وكمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. بعد كده لو اتجهنا لمحور صفت في كثافات مرورية بتبتدي تزيد في اتجاه جامعة القاهرة. لو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. هنروح دلوقتي لمحافظة الأليوبية والقادم من الزراعي بتظهر عليه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي، وده بسبب زيادة أحمال السيارات، والكثافات كمان أصبحت أقل من المعتاد في الفترة الحالية. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. لكن اللي قادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرجة هيلاقي هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكنها مش مؤثرة بشكل كبير على حركة الطريق. أما اللي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرا بنها الحرة علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع يفضل أنه يمشي على محور الفريق العصار ومرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة المعتادة للذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة معانا لحد آخر الشارع. خلصت كده نشرتنا المرورية، هنرجع مرة تانية لمصطفى ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا رب.